غريب. هذه هي الدولة، ما هو دور المعارضة؟ غائب. المعارضة بتقول ما تقدروش تلوموا علينا، احنا اللي اتقفلت علينا كل حاجة. صحيح. احنا ما بنطلعش في الاعلام، احنا ما بنقدرش نعمل مؤتمراتنا، احنا ما ينفعش نكون موجودين، بيتم القبض علينا وده بيحصل، وده صحيح، فانتوا ما تلوموناش احنا. بس كمان، بس كمان المعارضة كانت لازم تفهم بعد الثورة انه التظاهر والنزول الى الشارع بعد كل الخسائر اللي خسرتها البلد وخسرها الناس، يعني كل اللي قتلوا دول دماءهم في رقبة القيادات. مش ده الاسلوب. انا الى الان لم اسمع، استمعت نقد وانا نفسي انتقد حاجات كتير، كلنا بننتقد، لكن ما سمعتش بدائل. يعني قد يكون غياب السياسة خلى انه ما فيش حد بيتجاوز الفكرة او الافكار العامة الى اليات حقيقية تبقى لها مصداقية في الطرح السياسي. لانه انا عندي مشكلة اقتصادية الآن جدا مثلا، فتتقدم المشاكل فتصبح مشكلة اقتصادية هي الأهم، فهي الأهم. لا، أنا الآن من المشكلة الاقتصادية ومن تضخم الدين العام طبعا مثلا. طيب إيه بقى التفاصيل وإيه البدائل وإيه النظام؟ لم أجد إلا في أعداد صغيرة جدا محدودة، طروحات تفصيلية. الحاجة الثانية انه انا في منطقة كلها مضطربة، وبالتالي لما تبصي على سوريا وتبصي على السودان وتبصي على ليبيا وتبصي على اليمن وتبصي على، تقول لا ده احنا في نعمة، مش ده الرد الفعل. انما ده كله يقبل مرحليا، لكن انت لا تبني المستقبل في يوم وليلة، فلازم من اول حتى من المرحلة اللي هنبقى فيها نميز الاعتبار الامني، لازم نبقى مجهزين للمرحلة التالية اللي هتتوازن فيها الامور بين النظام والحرية.